من أدب المروءة حسن إسقائك لمن يحدثك، فإن إقبالك على محدثك بالإسقاء إليه بالأذن وطرف العين وحضور القلب وإشراقة الوجه يدل على ارتياحك لمجالسته وأنسك بحديثه. قال ابن عباس رضي الله عنه: لجليسي علي ثلاث، أن أرميه بطرفي إذا أقبل، وأن أوسع له في المجلس إذا جلس، وأن أسقي إليه إذا تحدث. وقال الحسن البصري: إذا جلست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن القول، ولا تقطع على أحد حديثه. يقال بأن حسن الاستماع قوة للمتحدث، وأن من لا يملك خلق الاستماع لا يجيد فن الحديث، فالإنصات صفة أخلاقية ومهارة لازمة ومكملة لفن الحديث. ومن أحسن هذه الأخلاق التي ترطب جفاف الحق وقسوة المنطق الاستماع الفعال والإنصات الثاقب. الإنصات الحسن والاستماع المؤدب احترام وتقدير وامتصاص لانفعالات الغضب، وتجنب لمواطن الخطأ، وسبيل مستقيم لاتخاذ القرار السديد والرأي الرشيد. حسن الاستماع يرسخ الثقة في النفس، ويردم الجفوة، ويخفف وطأة الخلاف، ويفتح المجال واسعا للتفاهم والحوار البناء. المرء لا يصافح الناس وكفه مقبوضة، فكذلك لا يفهم الناس ولا يفهمونه وأذنه مقلقة مقفولة. ليس أسهل مجهودا ولا أفعل تأثيرا في تملك القلوب من الإنصات. والسلام خير ختام. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان. حرص الإسلام على إقامة مجتمع مسلم تسوده الأخلاق الحسنة، فدعا إلى التحلي والتخلق بكل خلق حسن، فإنما يعرف المسلم بأخلاقه الحسنة ويمتاز عن غيره بتمسكه بها. ومما ينبغي على المسلمين أن يتميزوا به من الأخلاق خلق العفة، وتعرف العفة بأنها خلق إسلامي وإنساني يدعو صاحبه إلى الترفع عما في أيدي الناس، وحفظ جوارحه عن الوقوع في الحرام. وللعفة جوانب تغطي كل جوانب السلوك الإنساني وصوره، وكذلك يترتب عليها آثار إيجابية وعلى انعدامها آثار سلبية، يكتوي بنارها الفرد والمجتمع على حد سواء. والعفة تعني البعد عن الفواحش والرذائل والقدرة على ضبط الشهوات التي تدعو إليها النفس البشرية، فهي جلبت على حب الهوى وطاعة النفس الأمارة بالسوء. وكلما ابتعد المسلم عن الشهوات والملذات كان أقرب للتحلي بالعفة التي توصل إلى تقوى الله والقرب منه. والعفة عن أكل المال الحرام وعن ممارسة ما لا يليق بمكانة المسلم، فالعفة من مكارم الأخلاق والدناءة من رذائل الأخلاق. إن مجتمعا يلتزم أبناؤه خلق العفة في سلوكهم اليومي هو مجتمع يشق طريقه صوب دروب الرفعة والسعادة، قوي راسخ فتي بأبنائه رائدا للمجتمعات ونبراسا لها، تخيم عليه قيم العدل والسلام، ويرفل أبناؤه في ثياب عز قشيبة. وهذه صورة لا يمكن مقارنتها بمجتمع هو نقيض ذلك تماما. والسلام خير ختام. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان. صفة عظيمة كريمة جامعة لمكارم الأخلاق، ضابطة لحسن السلوك، جالبة للمحامد واستجلاب الفوائد وجميل العوائد. يتحدث الناس عنها في مجالسهم ويستحسنونها في نفوسهم. يقول عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. إنها قيمة الرفق، والذي عرف بأنه تحكم في هوى النفس ورغباتها وحملها على الصبر والتحمل والتجمل وكفها عن العنف والتعجل، وكظم عظيم لما قد يلقاه من تطاول في قول أو فعل أو تعامل. ألا إنها رأس الحكمة ودليل كمال العقل وقوة الشخصية. عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: وقف رجل بين يدي المأمون قد جنى جناية، فقال له: والله لأقتلنك. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، تأن علي، فإن الرفق نصف العفو. قال: فكيف وقد حالفت لأقتلنك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لأن تلقى الله حانثا خيرا لك من أن تلقاه قاتلا. فخلى سبيله. ولم أرى مثل الرفق في دينه، أخرج العذراء من خدرها. من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها. فما أجملنا ونحن نتصف بلين الجانب ولطافة الفعل، والسلام خير ختام. تسمو بنا.